الطفلة المكسيكية المعجزة أدارا بيريز سانشيز تمكنت من تطويع مرضها بمساعدة والدتها، فتبهر الناس بذكائها وتتصدر اهتمام الأعلام حول العالم. شخصت أدارا بمتلازمة أسبرغر حين كانت في الثالثة من عمرها، أحد أنواع الاضطرابات العصبية والمعروفة باسم طيف التوحد، والتي تتسبب في مشكلات للمصاب تتعلق بالقدرة على التطور والنمو وكذلك التفاعل الاجتماعي. وبسبب تلك الأعراض تعرضت أدارا كثيراً للسخرية والتنمر من قبل أصدقائها في المدرسة، حتى تعرضت لنوبة اكتئاب منعتها من الاستمرار في الدراسة، إلا أن والدتها عرفت أثناء العلاج أن معدل ذكاء ابنتها أعلى من عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، حيث سجلت 162 نقطة في اختبار معدل الذكاء لتحقق بذلك معدلات ذكاء أعلى من معدلات الذكاء التقديرية لكل من ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج. أدارا حصلت على شهادتها الابتدائية في عمر الخامسة والثانوية في عمر الثامنة، وقبل أن تتم عامها العاشر تمكنت من حيازة شهادتها الجامعية الثانية لتحصل على شهادة في الهندسة الصناعية والأخرى في هندسة النظم عبر الإنترنت، مع اهتمامها بدورات في الفيزياء الفلكية كونها تطمح لأن تصبح رائدة فضاء تابعة لوكالة ناسا. صممت سواراً مصنوعاً من جزئيات خاصة لمراقبة مشاعر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف مساعدتهم على توقع النوبات والمشكلات التي قد تقابلهم كونها أكثر من يعلم باحتياجاتهم.